بداية بحب أقول كلمة لللبنانيين، إن شاء الله كل عيد استقلال وكلكم جميعا الإعلام واللبنانيين وكل المواطنين يكونوا بألف خير. ذكرى مهمة، ذكرى مهمة بحد ذاتها، ولكن خلينا نتذكر كلنا سوا إنه مش هو شو أدى للاستقلال، اللي أدى للاستقلال هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم بالميثاق الوطني، هو توافق اللبنانيين اللي حصل بين الرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في حين رئيس بشار الخوري والرئيس رياض الصلح. هيدا اللي هن تنازلوا عن كل خصوصياتهم من أجل وحدة البلد ومن أجل أنه يتوحد لبنان وننقذ لبنان في حينها. ما كان بيحصل الاستقلال لو ما كانوا اللبنانيين موحدين، ما كان بيحصل الاستقلال لو ما اللبناني واللبناني أخو اللبناني من أي طائفة كانت كانوا نيمين جنب بعض برشية. نحن إذا ما منكون يد وحدة ما بنقدر نحافظ على الاستقلال بتاتا. بالأمس كنت عم بقرأ عن الاستقلال كتير، وطبعا هالتواصل الاجتماعي، ولكن لفت لي نظري وعم بنطلق من هون، شخص قال احتفالكم بالاستقلال مثل المرأة المطلقة عم تحتفل بعيد زواجها. صح، ولكن ما ننسى انه قبل ما تطلق لو دلت على التفاهم لليوم الزواج ما كانت طلقت. التفاهم هو الأساس والحوار هو الأساس. البعد جفا، وجفا بيؤدي للشر، واللقاء كاللقاء اللي حصل اليوم بقلكم لقاء كان حوار جدي، وبإذن الله بيودي للخير. كل عيد وانتم بألف خير.